وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ محمد أمين، بعد التحية، يعني القمة اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، يعني أهم مخرجات هذه القمة دكتور محمد. يعني خلينا أقول لحضرتك أنه انعقاد القمة في هذا التوقيت وتعتبر يعني رد مهم جدا للمجتمع الدولي، أكيد يدرك أنه الدولة المصرية وأيضا الشقيقة الأردن في توافق في الرؤى ما بين الدولتين، في تباحث مستمر ودائم خاص بالأوضاع في الأراضي المحتلة، في تطابق كبير جدا في الرؤى بين الزعيمين، في تنسيق وتشاور دائم. الأوضاع اللي موجودة على الأرض في الأراضي المحتلة ما زال المجتمع الدولي ينظر إليها بنظرة غير دقيقة. الرسائل اللي خرجت من القمة أو لقاء الزعيمين النهاردة رسائل يعني واضحة تماما إلى العالم، تأكيد على أنه مصر والأردن بيؤكدوا دائما على ضرورة أن يكون هناك حلا للقضية الفلسطينية، وإعلان الدولة الفلسطينية هو الحل الحقيقي لهذه القضية وحل الأزمة، ضرورة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف الآلة العسكرية، لأن كافة القضايا التي تتدخل فيها الآلة العسكرية تكون النتائج فيها غير محسوبة بالمرة، والتحذير الدائم من محاولة تفريغ القضية الفلسطينية على حساب الدول الجوار هو أمر مرفوض تماما من الدول العربية وعلى رأسها الدولة المصرية والأردن. التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات إلى الأشقاء في غزة لتخفيف من حدة ما يحدث من حصار ضد الأشقاء الفلسطينيين، دي كلها كانت رسائل مهمة جدا وواضحة، خصوصا في ظل التحركات المصرية المستمرة لعقد قمة بالقاهرة حول عملية السلام لتحريك عملية السلام والاستجابة من عدد كبير من القادة والزعماء على مستوى العالم للمشاركة في هذه القمة. بيقول لنا أنه مصر والأردن لديهم إرادة حقيقية لإحلال عملية السلام في هذه المنطقة. طيب دكتور محمد، يعني مع الموقف الواضح بالنسبة لمصر أو الأردن تجاه ما يعني أطلقنا عليه أو أطلقت عليه إسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى غزة أو الضفة إلى الأردن، يعني هذا الموقف الواضح، يعني نجد في الجهة الأخرى إسرائيل تتعمد زيادة الخناق على أهالي الفلسطينيين في قطاع غزة لدفعهم دفعا تجاه اتخاذ هذا القرار. كيف ترى يعني السيناريو الإسرائيلي في هذا الاتجاه، وما هي العوامل المؤثرة في المنطقة على يعني نجاح أو فشل السيناريو الإسرائيلي؟ خلينا أقول لحضرتك أنه هذا المخطط الشيطاني الذي تحاول إسرائيل أن تدفع به في المنطقة لينفجر في وجه الدول الجوار. إسرائيل لا تدرك خطورة هذا المخطط الشيطاني، خصوصا أنه الدول العربية والشعوب العربية والقادة العرب يعني مدركين تماما لهذا المخطط ويقفوا له بالمرصاد. الشعوب العربية باتت أكثر وعيا وإدراكا لحجم هذا المخطط، الأشقاء في فلسطين أيضا مدركين لخطورة هذا المخطط. هذا المخطط يستهدف أن يصبح الصراع يتحول من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع عربي عربي، وهذا لن يقبل أبدا ولن يكن مسموح به في أي حال من الأحوال. الدولة المصرية دولة مستقلة ذات سيادة وترابها الوطني تراب مقدس، ولديها أيضا مهمة أساسية تجعل القضية الفلسطينية هي قضيتها الأساسية وستظل تدافع عنها. دكتور محمد، الرئيس السيسي بالأمس أشار إلى يعني أهمية الأخذ في الاعتبار الرأي العام المصري والرأي العام العربي حين نتحدث عن 105 مليون مواطن مصري وأيضا يتأثر ويؤثر في الشعوب العربية. كيف ترى هذا التصريح في ظل ما شهدناه من مظاهرات في العديد من المدن العربية في مختلف الدول؟
خليني اقول لك انه ده يعني التصريح، صدور التصريح من السيد الرئيس بالامس في المؤتمر الصحفي مع المستشار الالماني، يعني وجدنا انه الشعب المصري بالكامل اظهر الى العالم حاله الاصطفاف غير العاديه خلف قيادته السياسيه، وتاييده للقرارات اللي تتخذها القياده السياسيه للحفاظ على الامن القومي المصري. النهارده شفنا يعني موجه ضخمه جدا من التفويض اللي بيقوم بيها المصريين، سواء كانوا من خلال التظاهرات او من خلال التفويضات اللي بدا البعض يطبعها ويوزعها، تفويض الرئيس في ان هو يحافظ على الامن القومي المصري. الشعوب العربية أيضا أدركت حجم المخطط وبتتضامن تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني، وأيضا تتضامن مع الدول الجوار للحفاظ على أمنها واستقرارها. طب دكتور محمد، المظاهرات المختلفة في الدول العربية، يعني هذه المظاهرات إلى أي مدى يعني من الممكن أن تؤثر في الرأي العام، يعني في بالنسبة للقادة والسياسيين في الدول العربية أو في المجتمع الدولي؟ لا، هي على مستوى القادة والسياسيين في الدول العربية، التظاهرات اللي خرجت في الشارع العربي بالكامل هي تعبر عن الرأي العام العربي، ودي رسالة قوية جدا إلى العالم. وعلى العالم أن يدرك أن هذه الرسالة إذا لم يقرأها قراءة صحيحة وأن يتحرك في الاتجاه الصحيح، وأن تتوقف عملية الدعم غير المسبوقة للمعتدي ضد الشعب الأعزل، ضد الشعب الفلسطيني، لن يجني ثمار هذا الأمر إلا العالم بشكل كامل، لأن هذه القضية من أخطر القضايا في المنطقة. القضية الفلسطينية هي أكثر القضايا المؤثرة على أمن واستقرار العالم بشكل كامل. نعم. زي ما السيد الرئيس حذر قبل كده وقال أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع حجم ما يحدث من تأثيرات سلبية على العالم حال لم يكن هناك حلا حقيقيا للقضية الفلسطينية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر.